ومعنا أيضا عبر الهاتف الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ. أستاذ فيصل، لطالما عرف عن المغفور له صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بأنه أمير الحكمة وقائد الإنسانية ورجل السلام، كيف تصف ذلك؟ بداية يعني نقدم التعازي الحار لجلالة الملك وشعب الكويت الشقيق وشعب البحرين والأسرة الحاكمة في الكويت والبحرين وكل الشعوب الخليجية والعربية والإسلامية التي تعرف من هو أمير الإنسانية الشيخ صباح رحمة الله عليه. طبعا الأمم المتحدة اختارت الراحل الكبير في 2014 ومنحته لقب قائد العمل الإنساني، لكن نحن كشعوب خليجية نعرف من هو الشيخ صباح قبل اختيار الأمم المتحدة، نعرف إنسانيته، نعرف مكانته كقائد وكرمز من رموز السياسة الخليجية، ومثل ما ذكرت اختي عادية ومهندس السياسة الخارجية الكويتية، وهو كان عميد الدبلوماسيين. طبعا الكويتيين وكل شعوب الخليج لا ينسون تلك اللحظة التي وثقت في التاريخ، الراحل الكبير هو الذي رفع علم الكويت على مبنى الأمم المتحدة بعدما قبلت عضويتها فيها في عام 1963. 14 عاما حمل الكويت في قلبه كأمير، وقبلها أكثر من نصف قرن كان الابن البار والسفير الأقوى للكويت في المحافل كافة. إخواني اللي تكلموا قبل أعتقد استرجعوا كثير من مناقب الشيخ صباح واللي توثيقها وذكرها نحتاج لساعات طويلة جدا، لكن لما نتكلم عن الجانب الإنساني، لما نتكلم عن الرجل الذي يهب لمساعدة الجميع، فإننا نذكر الشيخ صباح. يمكن إذا تسمح لي أذكر بعض اللمحات اللي كان لها أثر كبير وكانت بمبادرات وقيادة فقيدنا الكبير. نعم. طبعا نتذكر في عام 2009 هو طرح مبادرة في القمة الاقتصادية التنموية الأولى العربية لإنشاء صندوق لدعم وتمويل المشاريع التنموية والمتوسطة في الدول العربية، وكان الاقتراح برأس مال مليارين دولار، وفي اللحظة نفسها أعلن أن الكويت وحدها ستساهم بربح هذا المبلغ 500 مليون في 2018، رغم أنه هو كان يمر بوعكة صحية أثر على عقد مؤتمر الكويت الدولي لإعمار العراق واللي نجحت فيه الجهود لإيجاد 30 مليار لدعم العراقيين في إعادة إعمار بلادهم بعد القضاء على تنظيم الإرهابي تنظيم خلاف الإسلامية أو داعش. طبعا إلى ذلك هناك قائمة طويلة وكبيرة على المساعدات الإنسانية اللي قدمتها الكويت اللي يعني كان في تبناها الشيخ صباح رحمة الله عليه فيه، وخاصة من الدول اللي تعاني من مشكلات اقتصادية ومعيشية مثل الدول الأفريقية اللي كثير منها يدعو للشيخ صباح ويترحم عليه اليوم، لأن في أوقات الأزمات والصعوبات كان هو موجود. هو رجل سلام وهو أمير بالفعل للإنسانية. يعني اليوم نشوف نعم. تفاعل الناس كلها مع خبر وفاته. وسائل التواصل الاجتماعي في البحرين ضجت، دول الخليج ضجت، بالفعل فقدنا رجل عزيز علينا كبحرينيين، رجل عزيز على قيادتنا، رجل سلام راح ورحل. ندعو الله أن يرحمه ويكتب له أعلى مراتب الجنة ويدخلها نعم. لا شك لا شك لهو مصاب جلل يمر على الأمتين العربية والإسلامية. شكرا لك الكاتب والإعلامي فيصل الشيخ، شكرا على هذه المداخلة.